وصفيره بدايه اللقاء. كاليفورنيا ايجلز بقميصه الاسود 23 هدف، 48 هدف مقابل 25 محاولات تصويبه، ودي اولى الاهداف من اولي اندريوني. عملوا برضو نفس البدايه دي حتى الدقيقه 17 مع نادي الخليج، تفوقوا بثلاث اهداف لكن كان الرد خليجي قوي جدا. وادي على طول هنا طوله لقائمه ماجدبورج سيرجي هرنانديز، وادي التصويبه وهدف فعلا فعلا مرت الكره، والتقدم لكاليفورنيا. حذاري من غضب ماجدبورج، وادي هنا على طول بمنتهى يعني السلاسه. فين انا عايزكم بس تفرجوا على يعني العمل الدفاعي لفريق ماجدبورج. وادي بورتنر والمرمى بدون حارس والكره بالراحه كده، لكن خس كلير السنتر باك السويدي قطعوا الكره. وادي الهجوم المعاكس بمنتهى السهوله، وادي انطونيو على الانديه الاوروبيه. وادي محاوله للاختراق لكن دفاع، بص يا جماعه الدفاع بياخدوا الكره خرج انطونيو. بص على طول الروتيشن اللي عمله، استلام على الدايره لكن كره غير منضبطه. بص في الدقيقه كام على طول عمل، هو واقف يلا تعالى نغير. لا ده كل دي سيناريوهات هو حاططها. كره بتقع على طول، الهجوم المعاكس بمنتهى السهوله، جيسلي على طول للجناح، وعلى طول التصويبه والهدف بمنتهى السهوله من لوكاس مارتينيز. كاليفورنيا كان الله في عونهم. وادي بورتنر قال له لا تعالى بقى خلاص. اوجندهال ايضا لاعب نرويجي، ودي محاوله للتصويب وهدف من اللاعب، وعلى الجناح على طول، والتصويب والرد سريع، مفيش هزار، رد سريع على طول من ماجبر. بحث عن ثغرات دفاعيه لكن هم برضو بص الضغط، بص الضغط من لاعبي المنتخب، من لاعبي الفئه، هم منتخب عالم. وادي على طول ولك الماتش كده ماشي قريب، لكن يعني ماجبر هيلعب على قد اللقاء. وعلى طول لمارتينيز وهدف رقم 6. الجماهير طبعا ثاني في تشكيله كاليفورنيا، لاعب رقم 20 على الدايره وهدف، استلام رائع جدا، ما عندهمش حاجه يبقوا عليها. وادي هنا بص على طول، بص مارتينيز، بص هنا العمل الجدي اللي بيقوم بيه لعيبه اندرياس اولسن رقم 20، والتصويبه في زاويه صعبه جدا الحارس السويسري. وبص هنا لسه كنا بنتكلم على رميه الارسال السريعه، بص مارتينيز يعني لسه بنقول خطوه يسرق بيها يا اما التصويب. بص وقف قدامه ازاي في خطا، قطع الكوره، ذكاء طبعا وخبره دفاعيه. بص مارتينيز بيجري ازاي، الجناح بيجري ازاي، لكن هيديله كوره لكن خدها على طول. وهنا التصدي رائع جدا من الحارس لوكاس كوبيجر الحارس الالماني، كان انطونيو يا 6. خدوا بالكم لو عدينا كده نص الشوط والنتيجه قريبه زي كده، بينت ويجر طبعا حافظه كويس جدا، انا هياخد وقت مستقطع، هياخد وقت مستقطع. وادي هنا على طول، ومارتينيز هو اللي ماشي، وخصوصا النواحي الدفاعيه. اربع خطوات على طول، بص هيسيب للجناح المره دي، ساب له الكوره، لا قال لك خلاص انا بقى فاول على المهاجم. وقت مستقطع هيطلبه بينت ويجر، مش هيسكت. وادي برضو فاول على المهاجم، تيرن اوفرز التالي يبقى كتير. وادي الجناح العكس على طول ودخل، والتصدي هنا على طول. تاني محاولات تمرير على الجناح على طول، المره دي على طول هياكد على كورته، مفيش كلام، مفيش كلام خلاص، هو وهي مره واحده بس. بص الدفاع بتاعهم بيطلع كله بيعلى، كله بيعلى على الدايره، وقعت استلم رميه حارس مرمى على طول الهجوم. هناك الجماعه دي عندها التزام، وخصوصا الالمان على الجناح، تمريره يا سلام على الكره. بص يعني الراجل اثر ان هو كان ممكن يخش ويعمل الكره، لكن لا شاف على طول ان جيسلي على طول فضى نفسه على الدايره وهدف. بص هنا بيشجع له، هو كل ده فريق 5 اهداف. وماجدي برج رويدا رويدا كده بيمر باللقاء، دي 14 تصويبه، وهنا بورتنر ربما الهجمه الجايه ده ممكن ما نلاقيهوش على الدايره، استلام بشكل جيد ورميه 7 امتار بذكاء اللاعب الايزلندي 27 سنه رايت باك، خداع والتصويب، حط الكوره بص فين، لقب الرابع، فمش نازل مش خايف ماجدبورج. يعني الراجل بيقول لك يعني ابتدي هادي كده، وجدوا على طول النادي كاليفورنيا. لا لا لا، ما عندهم مجموعه كده كوكتيل من اللعيبه هم، طبعا مش يعني مش الهاي ليفل او
يعني الكلاسيفيكيشن بتاعهم مش، لكن حتى الان كاليفورنيا عامل اداء كويس جدا، والتصويبه في وجه الحارس. هنا في عقوبه، هنا في عقوبه واحد مع بورتنر، لكن بعد الاعاده شفنا ان الكوره ما فيهاش رمي، ما فيهاش يعني عقوبه. وادي رميه 7 امتار في مواجهه لوكاس، المره دي غير له الزاويه وغير طريقه، رايحه له الكوره اهو روميرو، تنقطع الكوره. وفيهم لعيبه كويسه وفيهم لعيبه يعني الهاندنج بتاعها قليل. بيرج متقدم بفارق 5 اهداف والطريق اتفتح قدامه طبعا، يعني على طول. البن لاجري جرين 33 سنه، المساعد قاعد على طول، او محلل الاداء لو موجود معاه، محلل الاداء طبعا موجود معاه، لكن ايضا المدرب المساعد. وادي تصويبه، قلت هو غير الحارس، غير الحارس. انطونيو جيسلي على طول تمريره للجناح على طول، بص من اعلى الحارس، وهدف من اللاعب رقم 3 لاسيك بيرسون. شافوه بتعدي، يعني عشان تصنع فريق بطل الامور ما بتجيش بالصدفه. وده على طول هدف في هذا اللقاء، يعتبر واحد من نجوم هذا الشوط لفريق كاليفورنيا. بيروح على الجون كتير قوي رقم 20. وادي التصويبه على طول هنا، وهدف الرد سريع جدا عندهم، رميه الارسال سريعه. تاني اهو، هو ده الوحيد اللي واخد المبادره الهجوميه. لسه بقول قولي اندرياس اولسن لا تجعله يعني لا يخشى، اكيد متربى في على كره اليد في النرويج، واحده من معاقل كره اليد على مستوى العالم. بص هيروح ياخد تايم اوت في 20 دقيقه، لا يعني من فريق. بص هنا التصويب، ولكن هنا هذا الشوط والفريق 7 اهداف. وادي على طول هنا اختراق والتصويب 12 او 13 متر علشان يخليهم يرجعوا ورا، والتحضيرات الهجوميه بتاعتهم تبقى بعيده. بص التصويب بقى منين، هو ده اللي نجح فيه. بص خلاص صوب من على 10 متر مع دفاع متقدم، خلاص الكره تصل للجناح وعلى طول للاجنحه، والهجوم المباغت على طول، والهجوم المباغت بيلعب بيه، احرزوا 10 اهداف. لكن هنا بص محاولات واختراق 19 11 على الجناح مارتينيز، واحد من نجوم ايضا الشوط الاول لفريق ماجدبورغ، لان اللعيبه بتبقى قريبه ليه يقدر يتكلم. بص على الدايره استلام، وعلى طول مارتينيز هو نجم الشوط، هيرجع بالكوره على طول على الدايره، والتصويب على طول من لاعب الدايره رقم 9. كل واحد بيقول لك بيلعب بالتشكيل، لا هو النهارده بدا بالعناصر البديله شويه. جيسلي تمرير في عمق الدفاعات، انطونيو والتصويب على طول، والهدف رقم 22. كولي كيندر رقم 23، اكثر اللاعبين ما شفناش حتى تصويب من على الاجنحه خالص، كولي ولاعب الدايره. وادي هنا التصويب، وادي هنا تصدي من الحارس رقم 34 اللي هو رقم 20 اميز لاعبي كاليفورنيا اولي اندرياس اولسن، هم ده الثلاثي. تقع الكوره، انطونيو يبحث عن زملاء، لكن قال لك خلاص انا هروح لوحدي، والهدف رقم 12 لفريق كاليفورنيا. 23 12 بنلعب في الدقيقه 26، واختراق بمنتهى السهوله من ناجيسي. الامور مختلفه تماما، مفيش عندنا يعني مدرب في الدوريات العربيه قدر يقعد 4 سنين. وادي هدف بمنتهى المهاره من لوكاس مارتينيز، التبديله الدفاعيه اللي عملها على الدايره رغم انها فيها ثغرات، بص فيها ثغرات، لكن هجمات هم يجيبوا جون وهو يقطع 3 كرات، يبقى اذا هو ناجح. بص اللعيبه نقص عدد دفاعي، هنشوف ممكن يفكروا ايه يعملوا ايه. بيلعب باتنين على الدايره، لكن ايضا انطونيو قطع الكره والتصويبه والهدف رقم 27. اذا ايضا في النقص العددي، الراجل بيقول يعني نعمل ايه، البطوله 3 مرات متتاليه، لكن على طول هدف 20 14. بص المرور، بص المهاره، بص الشطاره من 20 14 على الجناح تاني مره الارجنتيني، لكن المره دي جابها له، جابها له حتى هو المدرب كارو قال لي لعبته لعب دفاع ضاغط. ادي تمريره اتقطعت الكوره، واعتقد بقى ايجلز الامريكي دبل سكور دلوقتي، اعتقد ان المدرب هيلعبهم في الشوط خميس الاسود.
لسه محافظ على التحقق. واللاعب رقم 8 مانويل زهندر اللاعب السويسري، تقريبا نفس التشكيله اللي بدا بيها الشوط الاول، ودي اولى التصويبات من السويسري. بيلعب 5-1، تنقطع الكره لكن يجيبوها مره ثانيه، ودي التصويبه من اللاعب المميز جدا كاليفورنيا اللاعب رقم 20 اولي اندريس، ودي محاوله للاختراق، ودي هنا على طول من انطونيو رقم 15. ما عنده 9 اهداف في الشوط الاول، ادي عنده 10 اهداف، لازم يبحث عن حلول. بص بيحاول يقطع من على الدايره علشان ينزل المدافعين. خبرات لاعبي ماكبورج، وادي على طول مارتينيز واحد من نجوم الشباك في الشوط الاول، والهدف الاول ليه في الشوط الثاني والثامن ليه في هذا اللقاء. 14 محاولات لكن التصويب غير منضبط، الدفاع المتقدم حتى الان، وروشيتا ناجحه تماما. وادي على طول لاعب الدايره رقم 9 تيم 12، مباراه متتاليه فوز في السوبر جلوب. 21 22 23 3، تصل الكره على الجناح، كروسنج كده من الجناح للجناح وعلى طول من اعلى الحارس، لكن هنا على طول الحارس رقم 99 لوكاس كوبجر الحارس. بص هو متقدم على النص بس حتى ما بينزلش، يعني هو حتى انطونيو مش بينزل حتى مع الكوره لو هي نازله لتحت، لا هو واقف فوق بيلعب على السنتر باك. وادي اوسليفان اول مشاركه ليه رقم 24، هو اللي عمل الاسيست اللي فات ده، كريستيان اوسليفان 20 كده الموسم ده، في نهايه الموسم 22 اصبح يكلف بمهام دفاعيه فقط اوسليفان رقم 24، ومدافع صريح في نمره 3 اهو رقم 24 اهو ده بقاله كده سنه ونص سنتين بيقوم بالمهام الدفاعيه في كمدافع. تلقى 14 هدف في الشوط الاول ما بين بورتنر وسيرجي، وادي هنا التصويب على طول من اللاعب رقم كوره، وكان في دفعه داس على الخط ولا حاجه علشان كده رجعت برميه حره. جيسلي على طول تمرير للجناح، ما بيعملوش اي حاجه، ضغط عادي جدا وسلاسه، سلسله هجوميه ما فيش اي حاجه، وهدف. هو يوم ما بيقربوا بيبقوا على ال 13 اهو، دخل على ال 9 متر لكن قطع الكره. ادي الاخطاء، وادي التيرن اوفرز، وادي التاكتكس الدفاعي اللي نجح فيه تماما، وادي انطونيو نجم اللقاء دفاعيا وهجوميا. يعني انطونيو هو المدافع المهاجم، يعني ايه المدافع؟ المنتخب النرويجي بقى بيدافع بس. ده بصوا يا جماعه ده الفرق كبير جدا مع النادي، خلى المنتخب ايضا يستغله في هذا لما شافه نجح، مش المنتخب هو اللي يغير شكل اللاعب، ده فرق كبير جدا يا جماعه. هم يعني ابتدوا يقلوا الفعاليه الهجوميه من الخط الخلفي، بص خلوا المناورات الدفاعيه بعيده تماما عن منطقه الانهاء، بص كل الكور ابتدت تنقطع، نجاح كبير جدا ورؤيه رائعه من بينيت فيجرت والانطونيو. النهارده نخلي كل المناورات الهجوميه بعيدا عن منطقه الانهاء اللي هي ما بين السته والتسعه. بص ادي محاوله تنقطع الكره على طول على طول، فلسفه فرض شخصيته وسيطرته لكن قطع للكره، ومحاوله كروسنج كده للجناح وعايز يعمل ريكوليت صعب قوي. خبرات متراكمه كبيره جدا، النواحي الدفاعيه عايزه خبرات اكتر من النواحي الهجوميه. وادي هنا رميه 7 امتار، رميه 7 امتار عمر، وثالث اهدافه من الرميات الترجيحيه، عايز يعدي، هو اللعيب الاكثر محاوله رقم 20 ده، هو يعني مربط الفرس في، هو اللاعب الاكثر تواجدا هجوميا عنده الفعاليه الهجوميه. ادي انطونيو اوسليفان على الجناح على طول تمريره مارتينيز، وعلى طول هدف بمنتهى المهاره بمنتهى السهوله. يبقى اذا عندهم في هذا اللقاء باثنين، ما بقاش واحد، هو عايز بقى مستعجل في قطع الكره، بقى 38-16. اوسليفان ده دور اوسليفان، بص بيعمل ايه، بص شوف كريستيان اوسليفان بيعمل ايه، وادي مره بقى من الرايت ومره من الليفت، وادي هنا التصويبه ولكن على طول معاه الحارس لوكاس كوبجر. يغيب ايضا عن ماجد برج، وادي وقت مستقطع باللاعب اللي هناك 3-2-1، يعني ممكن تشوفها 4-2. وادي انطونيو فرضها خلاص، شخصيه ماجد برج هنا الدفاعية. أدي أنطونيو النهاردة نجم اللقاء، نجم اللقاء تهديفيا ودفاعيا من وجهة نظر، كان حل مرن جدا قدمه. كان رايح فين؟ مسك رقم 8، بص بيلعبوا دلوقتي إيه؟ تحس إن الملعب بقى 3-3، يعني بقى في مرونة، تقدر تشوف النمط 4-2-3-3، تقدر تشوف كل الأنماط، خلاص خلى الدفاع مرن، بتروح في حتة الناحية العكسية بتعلى على طول. بص
يعني الكرة تروح في الليفت على طول، تلاقي سليفان وانطونيو عليو على السنتر باك وعلى الرايت باك، وادي المرمى بدون حارسه، وهدف مباغت الهدف رقم 21 وضعه فريق كارليف. ان الحليمة اذا ثارت حميتهم مثل العواصف لا تبقي ولا تذب. وادي على طول الاهداف، ركز بقى في تحديد المراكز، بص على الدايرة ومحاولات، لكن حتى كمان الكور رايحة للحارس، اختلاف شكل كبير جدا. مدرب الحراس ما بين الشوطين اشتغل، ومحلل الاداء اشتغل، كله قام باعماله، وامور مغايره تماما. هدفين فقط لا غير في 17 دقيقه. بص سبحان الله اللعب، المرونه التكتيكيه الدفاعيه اللي فرضها شخصيه البطل. وادي هنا التصديات، كل ده ما كانش بين ديجر، معظم اللعيبه الاساسيه لم تشارك. هل المباراه دي هيديها بالكامل لكل العناصر اللي كانت بتشارك في الدوري الاوروبي والدوري الالماني على فترات؟ ده الوقت الذهنيه والمكسب بيجري في دمهم، فلما يقعد يريح كده. وادي الحق الصد، بص الامور اختلفت، اوسيليفان، وادي هنا على طول مارتينيز، وفي مركز ثلاثه. بص اوسيليفان حاطط لاعب الدايره وراه ازاي، وقائد ايضا للفريق. جيسلي، تصويبه من مانويل، 24 سنة هذا اللاعب. اللاعب وتحويله إلى النمط الدفاعي هو بينيت فيجر. قطعوا الكورة، استخلصوها، جابوها. أدي أوسوليفان ما بيروحش حتى على الجون، خلاص يعني شبع الراجل وساب للجناح. كان ممكن يكلم في يعني يكمل الكورة هام الدفاعية عندي. أبص الراجل أهو بالعقل كده رجع وساب الأجنحة تجري، وهي ثلاثة أنماط دفاعية وأشكال دفاعية، خلاص. والحراسة 10، وسليفان تمرير مارتينيز، والأجنحة اليوم يعني هما أصحاب الكلمة العليا في هذا اللقاء، سواء لاسيك بيرسون الرايت بسبعة على ستة، ما عنديش حاجة أبكي عليها، أخلي دايما على الأقل ما يبقاش في اتنين عاليين عليا كده. لكن طبعا كل مدرب وله فلسفته. وادي هنا على طول عمل الخداع وعدى من المدافع بشكل أكثر من رائع. وادي هنا أهو بيبص الراجل ده، عاجبه النتيجة وعاجبه نظام البطولة. كان الفريق الأوروبي بيجي ما بيلعبش من الأدوار التمهيدية، بيجي يلعب على طول على السيمي فاينل. رقم نادي الخليج اللي فاز 48-23 على الدايرة. بص على طول السهولة في التمرير ولا أروع. غيروا الحارس، نزلوا أليخاندرو جارسيا، ينزلوا ده. هو بالكلام ده هو عنده فلسفة، أول ما بيشوف طريقة لعب المهاجم على طول. وادي هنا يعود للتصويب، أهو ظهر تاني مار أولسي، الهدف رقم 18. لكن هنا الرد على طول، بص رميه الارسال، هو المهاجم الاول عندي ليه؟ نقل الكره، لو هدف بيطلع الكره، لو تصدي زي كده بيخلص الكره ويطلع على طول فاست بريك. فاذا مدربين وفلسفه وعلى طول التصويب. بص على طول الهدف، اهداف تتوالى، 51 هدف. دفاع الضاغط بقى 3-3، والتنوع الكره ورا اوسيليفان. انطونيو بيقول له الكره وراك يا راجل، لكن مش المدرب. احنا في يعني جايبين 52 جون، خلينا شارك ولا يعني اجيب جون ولا لا لا، الكلام ده مفيش عواطف بره ابدا. وادي على طول مانويل زيهندر، لقاءات اليوم بعد حفل الافتتاح هيبقى في مباراه برشلونه وسيدني، هنشوف برضو هل يتخطى سيدني. على الدايره استلام، وهدف من ألبن لاجريجرين الرايت باك صاحب البشره السمراء، عمل تغييرات كده بعد ما وعدى بفنت رائع جدا، لاعب رقم 7، 24 سنه بنيامين. والتصويبه، لكن بص الرد فين؟ المذيعه لسه ما خلصتش مين اللي احرز الهدف، وهتقول الهدف على طول ل وادي اللاعب الاثيوبي امن. والرد هنا لسه بقول لك المذيع ده حتى 2-1 كده، بقيت 4-2 كده، 3-3. بص التغير الدفاعي، قطع الكره، هياخد فاول. وادي جيسلي على طول، والتصدي، تعود الكره للاعب الاثيوبي امن. بص اوسيليفان كان قاطع الكره، تمريره غير منضبطه واستخلصها بيترسن، والمرمى بدون حارسه، والهدف رقم فينت في اخر 3 ثواني، والتصويبه قويه جدا من اللاعب، اعتقد هو هداف هذا اللقاء. تاني وبالتالي